احنا قاعدين نعيش في مرحلة هي اكثر مرحلة عبرت على الثورة المضادة والانقلاب على كل ما طالب به الشعب منذ اجيال، يعني نقصد منذ الستينات والسبعينات والثمانينات حتى ل 17 ديسمبر 14 جان في 2010 2011، كل ما طالب به الشعب وتحصل على البعض منه على شوية منه. اليوم انتهى الأمر وقاعدين نمشي نحو القاع بسرعة مهولة. قيس سعيد هو معناها المرادف لكلمة ديكتاتورية ولخيانة الشعب، لخيانة الشعب وخيانة كل أفكاره وخيانة حتى كل عهوده هو نفسه اللي قالها. هذا اللي اعتبر الاستعمار الفرنسي واغتيال فرحات حشاد وتضحيات الشهداء اعتبره حماية مش استعمار، حتى كش الوعود الانتخابية وكل ما قالوا قبل حتى أن يترشح للرئاسة وبعد ما وصل لقصر قرطاج وكل ما تعهد به حتى في 24-25 جويليا. احنا اليوم باش نقولوا رانا فايقين بيك، احنا شويه ولا برشا، مش هذا المهم. اللي بداوا الثوره على الدكتاتور اللي قبلك واسقطوه وخلاوه يهرب بداوا باعداد اقل من هكا بكثير، ولو دامت لغيرك راهي ما جاتكش بين يديك بالسهوله هذه اللي احنا بيدنا تسببنا فيها، فهمتي؟ وهذايا اذا كان واحنا نتمناو انه تتراجع انت والزمره اللي معاك، نتمناو انك تتراجع على الجرائم اللي قاعد تقوم بها في حق التوانسه، فهمتي؟ رغم معناتها هذا التمني يفيد المستحيل، اعتقد انه مستحيل، ولكن نتمناو انك تتراجع على الشيء هذايا وترحم الناس اللي موجودين في السجون او الناس اللي قاعدين يضيقوا عليهم البرة في الشوارع وفي الاسر نتاعك.